تنضم إلينا من واشنطن منى يعقوبيان كبيرة المستشارين لشؤون سوريا والشرق الأوسط في معهد السلام الأمريكي. السيدة يعقوبيان أهلا بك على شاشة الحدث وضيفة على برنامج حدث اليوم. المساعدات الأساسية ستستمر في الوصول إلى سوريا حتى بعد دخول هذا القانون، قانون قيصر حيز التنفيذ، ولكن بتنسيق مع الشركاء الدوليين يقول أو تقول السفارة الأمريكية في سوريا. وفق هذا التصريح، ما آلية دخول هذه المساعدات ومن هم الشركاء؟ ليس واضح تماما كيف سيتم تنفيذ هذه العقوبات. المرحلة الأولى ربما ستتمثل فرض عقوبات على الأفراد، كأن يكون هناك خطة للأفراد والكيانات الذين سيخضعون للعقوبات، وسيتم الإعلان عن ذلك غدا. أما بنطاق أوسع ومع مرور زمن، ما هو أثر هذه العقوبات، لا سيما عندما تستهدف كما أشرتم في أخباركم كيانات خارجية أو شركات، فالموضوع سيكون معقد. فهذه العقوبات سوف يتم فرضها بالتنسيق مع العقوبات الأوروبية التي تم تجديدها. نعم السيدة يعقوبيان، هذا فيما يخص العقوبات وحتى بداية أو شكل تنفيذ هذه العقوبات، ولكن فيما يخص نقطة محددة، المساعدات الإنسانية التي ستستمر، هل من فكرة واضحة حول طريقة استمرار هذه المساعدات ومن سينسق مع الجهات الدولية مع الأمم المتحدة لإيصال هذه المساعدات؟ جدير بالاهتمام، سيكون هناك استثناءات خاصة بالمساعدات الإنسانية ضمن هذه العقوبات، وهذا نظريا يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية لمنتجات تشمل الدواء والغذاء إلى سوريا. بيد أن العملية للحصول على هذه الاستثناءات معقد، وهناك الآن أثر بسبب ما تقوم به المنظمات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية. الإعفاءات مسألة معقدة جدا ولا يمكن استغلالها. نعم الإعفاءات، كان هناك حديث بأن من بين المناطق المستثنات والمعفات من هذا القانون المناطق التي بها غالبية كردية أو مناطق الأكراد، هل هذه المعلومات دقيقة وهل يمكن أن تستغل هذه المناطق كمنافذ للنظام للعمل فيها لتعزيز اقتصاده لإحياء اقتصاده؟ أعتقد أن النية ليست التأثير على المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية حيث يوجد تواجد أمريكي، لكن العملية معقدة، فقانونية تنفيذ العقوبات بطريقة لا تلحق الأذى بالمناطق التي هي مرتبطة اسميا بالنظام أو حتى المدنيين في سوريا، هذا سيكون أمرا بالغ الصعوبة. فليس واضحا تماما كيف سيتم تنفيذ العقوبات، وخاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الخاصة بشمال شرق سوريا في المناطق التي لا تخضع لسيطرة نظام الأسد. نعم المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة كانت قالت منذ ساعات بأن هذا القانون سيمنع الحسم العسكري، وكذلك الحديث عن العودة لطاولة التفاوض وطاولة الحوار في الملف السوري. هل تعتقدون فعلا بأن هذا القانون، قانون قيصر بهذه العقوبات الاقتصادية الجديدة الأمريكية، ستعيد الجميع بما فيها النظام بعد تحقيقه لمكاسب على الأرض، ستعيده إلى طاولة التفاوض؟ للأسف أنا لست متفائلة بهذا الشأن، فسجل العقوبات بشأن هذه الأنشطة ولا سيما فيما يتعلق بسوريا التي خضعت لعقوبات شاسعة، السجل ليس إيجابيا. ويجب أن نشير أيضا أن العقوبات بحد ذاتها لا تتطلب من النظام السوري العودة إلى طاولة المفاوضات، فلا يمكن رفع العقوبات إلا من
خلال إحداث تغييرات جذرية في سلوك النظام مثل وقف قصف المناطق المدنية والسماح للنازحين واللاجئين بالعودة إلى ديارهم ومساءلة النظام على سجله في مجال حقوق الإنسان. هذه أهداف طموحة يصعب تحديد مصيرها في ظل التعامل مع نظام الأسد. نعم، في سؤال أخير سيدة يعقوبيان، هذه العقوبات لن تطال الشعب، لن تؤثر على الشعب مثل ما تقول المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، ولكن تبعات هذا القانون بدأت منذ فترة، هل ثمت رؤية أمريكية بأن القانون ربما سيؤثر كذلك على الشعب السوري بعيدا عن النظام؟ نعم، أعتقد أن هناك قلق حقيقي بشأن ما يمكن لهذه العقوبات أن تضيفه لمعاناة الشعب السوري. يجب أن نتذكر أن العقوبات تفرض في وقت يشهد الاقتصاد السوري فيه تدهور كبير، فهناك خفض للليرة، قيمة الليرة السورية، وهناك أيضا أزمة في لبنان واستمرار مشكلة الجوع. هناك قلق في الولايات المتحدة بأن العقوبات يمكن أن يكون لها أثر إنساني كبير على الشعب السوري، ويجب أن يكون هناك جهد يبذل لتنفيذ هذه العقوبات بطريقة لا تتسبب بالمزيد من المعاناة للشعب السوري. نعم، وهل ينظر كذلك للحلفاء والشركاء الروس الإيرانيين بأنهم قادرين على خلق أي منافذ للنظام السوري؟ بالتأكيد فإن روسيا وإيران مستهدفتان بهذه العقوبات على غرار حزب الله، فقد يحاولون بإيجاد ثغرات يستفيد منها النظام السوري من خلال الوساطة، وشهدنا ذلك من قبل. ولكن يجب أن نشير إلى أن هذه العقوبات تستهدف تحديدا روسيا وإيران وحزب الله، وبالتالي فإن السقف سيكون مرتفعا بالنسبة لهذه البلدان وعليها تتقيد بهذه العقوبات. كنت معنا من واشنطن منى يعقوبيان كبيرة المستشارين لشؤون سوريا والشرق الأوسط في معهد السلام الأمريكي، شكرا جزيلا لك.